السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم في قناة بي ذا فيرست تخليك الأول. معاكم مستر هيثم التركي. طبعا احنا شغالين مع بعض بنتابع موضوع الأبحاث والمشروع البحثي اللي الوزير قال عليه امبارح. نزلنا قرارات الوزير ونزلنا المناهج حتى 15 مارس بالنسبة للمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهحط لكم اللينكات بتاعة الفيديوهات ديت تحت في الوصف، بحيث ان انتوا لو عايزين تبدأوا ان انتوا تشوفوها عشان تعرفوا المناهج او المشروع البحثي جاي لغاية انهي جزء في المنهج. طبعا ده حتى الان يعني لغاية ما تيجي اي تعليمات جديدة من الوزارة. طب النهاردة بقى ان شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم عن ازاي نستعلم عن كود الطالب. طبعا كود الطالب ده زي كود كده او رقم سري موجود للطالب، بحيث ان هو هيتابع من خلاله بعد كده الابحاث بتاعته، هيرفعها ويعرف النتيجة بعد كده. وطبعا الكود دوت يعني زي كود سري، ما ينفعش ان الطالب يديه لاي حد. فبالتالي انت لما تبدأ تسجل هتبدأ على طول ان انت تحتفظ بالكود دوت تخليه معاك. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده للطلبه من اول تالته ابتدائي ورابعه ابتدائي وخمسه وسته واولى اعدادي وتانيه اعدادي وتالته اعدادي، يعني من تالته ابتدائي لغايه تالته اعدادي الكلام ده كله ينطبق عليهم. طب انا فتحت دلوقتي صفحه جوجل، هاجي هنا في العنوان هكتب، انا طبعا الرابط انا هكتبه في نفس الوقت انا هسيبه لكم تحت في اسفل الفيديو. هنكتب اس تي يو اس تي يو دي اي a dot e m i s dot g o v dot e g e g. بدوس انتر، ده الاستعلام عن كود الطالب. تفتح الصفحة ديت معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو، بيقول لي الاستعلام عن اكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية. بنيجي هنا طبعا هو كاتب لك الرقم القومي، طبعا هنا بتكتب الرقم القومي بتاع الطالب مش بتاع ولي الامر، لان هنا بكتب الرقم القومي بتاع الطالب. طب انا هجيب الرقم القومي ده منين يا مستر؟ طبعا شهادة الميلاد اللي هي الكمبيوتر، شهادة الميلاد الكمبيوتر بتلاقي فيه رقم من فوق كده مكون من 14 رقم، ده عبارة عن الرقم القومي. بتدخله طبعا هنا في الخانة الاولانية ديت، تمام؟ وبعد كده طبعا بتدخله بالانجليزي، وخلي بالك تدخل الارقام بالانجليزي ما تدخلهاش بالعربي، ده مهم جدا الموضوع دوت عشان في الناس يدخلوا بالعربي ما بيداش ان هو يطلع لهم، فبالتالي لازم يدخله بالايه؟ بالانجليزي، تمام؟ بعد كده بعد ما انت بتدخل الرقم القومي بتختار سنة الميلاد، بتفتح نوت سنة الميلاد، بتختار الطالب تشوف سنة الميلاد بتاعته ايه، بعد كده برضو بتختار الشهر اتولد في شهر كام، بعد كده بتختار اليوم اللي هو يوم الميلاد بتاعه. هنا بتختار محافظة الميلاد، طبعا دي كلها بتكون البيانات دي موجودة في شهادة الميلاد. محافظة الميلاد مش المحافظة اللي انت ساكن فيها دلوقتي، لا محافظة الميلاد اتولد فين وشهادة الميلاد دي طالعة من انهي محافظة، تمام؟ بعد كده هنا بتختار النوع، النوع يعني ولد ولا بنت، ذكر او انثى، يعني الطالب دوت هل هو طالب ولا طالبة، تمام؟ بعد ما بتختار الحاجات دي كلها وتملى البيانات اللي قدامك دي كلها بتدوس طبعا ايه؟ تسجيل دخول، تمام؟ طبعا انا مش هسجل اي رقم دلوقتي لاني طبعا ما ينفعش ان انا اخد اي رقم من طالب دلوقتي ويطلع، لان طبيعي الكود بتاعه هيطلع فده مش صح، لان ممكن اي حد يلعب بعد كده في الكود دوت. فبالتالي انت اول ما هتدخل البيانات دي كلها وتدوس على تسجيل دخول بتبدا تجي لك صفحه، الصفحه دي بيبقى مكتوب فيها اسم الطالب رباعي، تمام؟ مكتوب فيها الرقم القومي بتاعه، مكتوب فيها تاريخ الميلاد، تمام؟ مكتوب فيها اسم المدرسة اللي هو موجود فيها طبعا عشان نتأكد ان هو الطالب ده فعلا، وموجود جنبها كود، الكود دوت لازم احتفظ بيه لان الكود دوت هو بعد كده اللي هيدخلني على المنصة الالكترونية اللي هتعملها وزارة التربية والتعليم علشان خاطر نبدأ ان احنا نشوف الفصول الالكترونية اللي هو الوزير قال عليها، ونتابع مع المعلمين بتوعنا ونتابع كمان مع المدرسة بتاعتنا، وكمان هنرفع من خلال الكود دوت الابحاث على الموقع بتاع المنصة الإلكترونية، وبعد كده كمان هنشوف النتيجة بعد كده بتاعة الأبحاث دي، وهل تم قبولها والدرجات اللي أنا خدتها، وهل حصلت على الدرجة إيه بالظبط، وهل انتقلت للمرحلة اللي بعديها ولا لأ. يبقى هنا كده احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية. هحط لكم اللينك بتاع
الموقع دوت تحت في الفيديو، وكمان زي ما قلت لكم هحط لكم لينكات الفيديوهات السابقه الخاصه بالمناهج حتى 15 مارس. اي سؤال عندك اكتبه لي على طول تحت في كومنت، وانا هدخل ان شاء الله باذن الله تعالى وابدا ان انا اجاوب لك عليه. مننساش نعمل لايك وشير للفيديو بتاعنا دوت لو عجبكم، وان شاء الله باذن الله تعالى تابعوني ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره الجايه هنبدا ان احنا نتابع مع بعض وكده، واي حاجه تطلع جديده ان شاء الله باذن الله تعالى هنكون متواصلين معاكم باذن الله. كان معاكم مستر هيثم التركي من قناه بي ذا فيرست، خليك الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.